إذن نلتقي اليوم حول موضوع ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية ودور الجماعات المحلية والسلطة المحلية في بلورة القرارات الاجتماعية والاقتصادية والحرص على تطبيقها محلياً وفي الميدان. الخلفية نتاع لقاء مثل هذا باش نسترجع الدور نتاع الوالي. أيام ما كان الوالي يعني قانونياً له السلطة الكاملة على ولايته بكل قطاعاتها كانت الأمور نوعاً ما ماشية، لأن كان فيه ممثل وحيد للحكومة وللمسؤولية العليا في هذه البلاد وهو الوالي. مع الأسف في قطاعات تخيدت في التسعينيات اللي جردت الوالي من الصلاحيات نتاعو، أصبح بما يسمى بالفرنساوية لو بوك إيميسار. كاع الناس تشكي من الوالي، هو ما عنده حتى صلاحيات. إذن رجعنا له الصلاحيات نتاعو. مرسوم رئاسي اللي يعاود يرجع الوالي كمسؤول وحيد في الولاية نتاعو. طبع يساعدوه في المهمة كل المدراء المنتدبين من طرف وزاراتهم إلى آخره، وباقي القطاع الاقتصادي. إذن ابتداء من هذا الاجتماع مادا بيا السادة الولاة استرجعوا صلاحياتكم، راه فيه زملاء غادروكم، لأن صراحة يعني الإنسان يقول لك أنا يا نخاف ولا نمضي الحراش، واش أنا دولة تاع ظلم ولا كيف؟ إذا كان 100 واحد في 45 مليون مشاو لك سموه يعني العدالة شافت باللي لازم يخلصوا وخلاص. أنا كان فيه كلام نتاع بعض المسؤولين قال أنا ما نسنيش لأن ما نعرف ورسائل مجهولة وكذا وكذا. الرسائل المجهولة قضينا عليها، قضينا نهائيا على الرسائل المجهولة، وقلتها ونزيد نكررها، الرسالة المجهولة تمشي للبروايير. في حماية لكل الجزائريات والجزائريين، اليوم راهم يديروا دي فيديو، راهم عندنا الجرايد عندنا 180 جريدة، عندنا دي سيت الكترونيك، واش هذا تمجمع مع في الطابلة تاكل انت وياه وانت راك ضاربوا برسالة مجهولة؟ خديعة وقلة الشهامة. إذن ومنعنا كتابيا كل المؤسسات تاع الدولة الأمنية منها بالأخص، وحتى بالنسبة للعدالة، أن تفتح أي تحريات على أساس رسالة مجهولة، ممنوع. مثل ما خديت مرسوم أو رسالة نوضح فيها بالأخص بالنسبة للسادة القضاة المحترمين، على أساس حتى نشوف كيفاش نعاود نراجع النصوص نتاعنا. قلنا باللي المسؤول قرار في نيته قرار صائب، ظهر باللي قرار ربما أدى بالضرر للدولة، أخي ما استفادش منه، ما استفادوش منه ولاده، ما استفادش منه العائلة نتاعو، ما استفادش منه المقربين، إذا ماهيش رشوة. غلطة إدارية تتصلح إداريا. أما اللي معمد على الثراء بقرارات هذيك حاجة أخرى هذيك. إذا وين راه التخوف؟ باقي التخوف نتاع الناس اللي قلت عليهم مرارا وتكرارا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما باغيينش الاستقرار للبلاد. مازال المال الفاسد تاعهم يسري في هذا المجتمع. ويجوا المسؤول النزيه رد بالك وانت ورد بالك على شو وجدك سنية وخلصتك ماشية وهادو راه باقي لهم شهرين ويمشوا ولا باقي وانت تصبح في الحراش. هادو ناس يبنوا دولة، مصيبة هذه. إذن نشجع الأخوات والإخوان الولاة أخذ القرار ورفع الغبن
على المواطنين والمواطنات، وانتم الركيزة الأولى نتاع الدولة. فيه كذلك سيركولار لكل مصالح الأمن، لما باش نفتح تحريات إطرا شكوك ولا إطرا تبيان على مسؤول محلي من المسؤولين، أبدا ما نكلف الأمن المحلي بالتحريات. التحريات تندار في العاصمة ومن خلال مؤسسات مختصة في هذا الميدان هذا. وراني عارف شنو نقول، ماشي كل واحد ما ربما يشعر بنفسه باللي الوالي يسمح فيه ولا يمشي ينور له حي من بعيد باش يمشي هو يطفيها. الأمور هذه دخلنا في دولة إن شاء الله عصرية، والعصرانة هذه ما تراجعش فيها. دولة الدسائس والمكائد، وبالعبارة الشعبية تاع لي بود بانان ما بقاتش. اللي باغي يخدم ينوض يخدم، يخدم هذا الشعب الكريم. اللي ماش باغي يخدم معليش يطلب السماح ويستأذن ويسهل عليه. فيش دولة تتقدم بدون مسؤوليها، بدون أبنائها، بدون يفو سامبيوز. لازم كذلك المسؤولين المحليين يبعدوا على إزعاج المواطن. المواطن كنا عارفينهم ماهوش في بعض الأحيان مقلق لأن حاجة مقلقاته عائليا ولا كذا، نسمع له. ما عندش الوقت باش ما كانش الوقت ندير نتاع اللي يسمع له، وناخذ بعين الاعتبار التظلم تاعو. وعندنا وسيط الجمهورية هاتي خدمته، وسيط الجمهورية يدير كل أسبوع يدير ساعة ولا نص ساعة مع الأمين العام تاع الولاية ولا مع الوالي بنفسه بالنسبة للأمور اللي تبان ماهيش في مستوى آخر من غير الوالي يتفضلوا. يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيه بعض القرارات لازم تؤخذ على المستوى المركزي، ناخذها على المستوى المركزي معليش. مهم سيبوا قنوات مع الوزير الأول مع وزير الداخلية، قنوات اللي تخلي يعني القرارات تتصفى من البداية إلى الجهوية إلى مستوى الحكومة إلى مستوى الرئاسة. هذا لتعزيز توجهنا لحشد كل الجهود لرفع التحديات التي تواجهنا، سعيا منا لحفظ الكرامة، كرامة المواطن والمواطنة، وهي أولوية عندي، والتكفل الأنجع بحاجيته. إن الجزائر الجديدة بمؤسساتها الدستورية وشعبها الشامخ وشبابها طموح يحق لها في ستينية استرجاع السيادة الوطنية أن تفتخر بقدرات وبسالة جيشنا الوطني الشعبي سرير جيش التحرير الوطني. كما يحق لها أن تفتخر بشبابها الذي يبرهن يوما بعد يوم ويوميا من خلال انتصاراته المدوية جهويا وقاريا وعالميا، إنه جيل الانتصارات والذكاء والابتكارات. إن نهاية هذه السنة ومن خلال سنة 2023 لا بد من إحداث التغيير المنشود نهائيا في السلوك، في الأداء، وفي الإصغاء للمواطن، وفي إدارة الشأن العام، وتسهيل الاستثمار، ومساعدة الشباب المستثمر. وهنا ربما شيء المرحلة اللي قضيناها مع بعض والنتائج اللي في الحقيقة احنا فخورين بها رغم أنها في بعض الأحيان غير كافية. بادوتو ساتيسفيسيت، قد ما نتقدم هذاك هو الهدف تاعنا، ما فيش هدف يعني محدود.
كلكم تعرفوا أن في الميدان الاجتماعي حققنا انتصارات التي نحسد عليها من طرف الآخرين. حاولنا بقدر الاستطاعة من البداية الدفاع على القدرة الشرائية للمواطنة والمواطن، ومثل ما التزمت به الغينا الضرائب، كل ضرائب على المرتبات التي تساوي 30,000 دينار وأقل، خطوة فريدة من نوعها في أبواق أنا داق قالوا الميزانية وتفسد الميزانية إلى آخره. ما فسدت الميزانية، ما أمور ماشية والحمد لله، وخلينا المواطن بصفة غير مباشرة زدنا المرتبات تاعو 20-25% ولا على حسب المرتب. من بعد سلط علينا الكوفيد، كان لازم نواجه الكوفيد كذلك اجتماعيا، ولذا خصصنا مساعدة لكل حرفيين اللي فرض عليهم الكوفيد باش يبقاو في ديارهم، تولي ميتي تاكسيير، كوافير، بلومبيي، ماسون إلى آخره إلى آخره، كل كانوا يدوا المساعدة نتاعهم بما فيها السائقين على النقل العمومي، الميكروبيس، ليبيس إلى آخره، يعني القائمة طويلة طويلة جدا، وأعتقد حافظنا لهم نوعا ما على قدرة الشراء نتاعهم. بالنسبة لقانون مالية 22، حاولنا بقدر الاستطاعة باش نزيد نخفف من وطأة ضرائب على المواطنين بعد التخفيف الأول، وبعد ما رفعنا هذا الأدنى الأجور زدنا في سنة 2022 خففنا في الاي ار جي، وزدنا في النقطة النقطة الاستدلالية، و راجعنا كذلك منح التقاعد و لارينسيرسيون يعني إعادة إدماج أغلب الموظفين اللي كانوا العمال اللي كانوا في انتظار. وتواصلا لكل هذا يعني الحفاظ على القدرة الشرائية، وبهذا تنفرد الجزائر، تنفرد، واللي عنده دليل عكسي يتفضل. أسسنا لمنحة البطالة، الشباب نتاعنا أغلبهم مثقفين، طالب العمل ينتظر، ولكن ما نخليش في مرحلة نتاع يشك في وطنه ويشك في كذا ويكره نفسه، نعطيه المنحة نتاعو شبه مرتب ريتما يجد شغل يشتغل فيه نهائيا. واعتقد على حساب الصدى اللي داروا هذا القرار اغلب الشباب فرحانين بالقرار هذا، اغلبهم. اذا هذه قرار ما بين القرارات التي تؤخذ من طرف الاقتصاديات القوية ومن طرف الدول القوية اقتصاديا، وحنا إن شاء الله احنا ماشيين نحو القوة الاقتصادية. انتم عارفين ذكر فإن الذكر المؤمنين، لأن في بعض الأحيان لما الإنسان يزيد يشوف الرفاه يبان له باللي كان كل يعني من زمان كيما هاك، لا ما كانش كيما هاك، ما كانش كيما هاك. فتنا مع مرحلة وين دخلوا لنا اليأس، قال ما كانش الدراهم، ولا ما سحبناش اللي كسموه ما تخلصوش، واحد الاخر يقول لك ما كان حتى حاجة حتى دخل، واحد يقول واحد الاخر يقول واحد يقول، يعني يبغوا يجيبوا ناس مسيرين يسيروا البلاد، مرحلة انتقالية مش مسيرين وطنيين. إذن الاقتصاد نتاعنا رغم ما قيل فيه وقيل عليه اليوم بدا يسترجع صحته، ما وصلناش للغاية، مازال الغاية نتاعنا هو نهار اللي ننمي الدخل القومي تاعي لدرجة اللي تسمح لي ندخل مع لي بريكس.
تموي. رانا نحضروا لها إن شاء الله، وعلى هذا الأساس في 2023 نزيد نواصل في رفع الغبن على الموظفين، بالأخص مرتبات المتوسطة والبسيطة، نزيد نرفع من الأجور، نزيد نراجع منح تاع التقاعد، ونزيد نرفع في علاوة البطالة إن شاء الله، وهذه ابتداء من جانفي. كما نطلب من الحكومة باش تنكب من اليوم على المشكل، ابتداء من جانفي فيفري 2023 نراجع المرتبات نتاع المعلمين ونتاع الشبه الطبيين، وبتفاعل مع ممثليهم باش نعاود كاع لي ستاتيو تاعهم نعاود نشوفها. هاد لي ستاتيو هادو في بعض الاحيان يعني سيروا الدولة في وقت ما، اصبحت اليوم فعالية تاعهم ناقصة. حنا كل حال نراجعوا، نخلي السيد الوزير الأول هو اللي يتكفل بهذا. المهم أننا نعرف باللي ميزانية تاع 2023 لازم يكون فيها بداية تصحيح الأوضاع بالنسبة للمعلمين، بالنسبة للشبه الطبيين، بالنسبة إذن الأمور الاجتماعية يعني ما صرتش كاع الشيء اللي درناه. كل حال فيه إجراءات كبيرة طويلة وعريضة خديناها، النتيجة نتاعها راك تشوف اليوم وضع الجزائر في المحيط في الإقليمي نتاعها، في المحيط القاري نتاعها، وفي المحيط الدولي نتاعها، متوسطي وغير متوسطي، وما هيش بشهادتنا احنا، بشهادة كل المؤسسات الدولية تاع البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، الIFAO، اللي ما يرحموش ما تقدرش ترشيهم ولا يجاملوك ولا، كلهم صنفين الجزائر على اساس انها ما بين دول القلائل اللي منعت وتمنع من الشيء اللي راه جاي. الحمد لله هادو هما النتائج تاع العكس ما كانوا يتوقعوه جماعه، ودوك كذا وخلاص، ودوك تنهار ودوك تنهار ودوك كذا احنا كل مؤشرات اليوم ما بقاتش في اللون الاحمر، اللي اخضر اخضر، واللي راه باش تميل الاخضر عن قريب جدا كذلك ان شاء الله، لان في عمل راه يندار، ما فيش دق لحناك، ناس راه تشتغل ليل ونهار باش نقعدوا مع بعض هذه البلاد اللي كادت ان تذهب ريحها لولا رحمة من الله. في الميدان الاقتصادي كذلك عملنا كل شيء، كل ما هو بوسعنا، وربما ما يكفيش ربما نزيد، للحفاظ على أداة الإنتاج والعمل. كانت فيه بالنسبة للكوفيد بعض المؤسسات اللي فرضنا عليها باش تسرح نص العمال تاعها، بالاخص النساء، والنساء اللي عندهم اطفال في سن اللي يطلب عنايه خاصه الى اخره، هذو كل من بعد حكومه يعاز مني شخصيا راجعنا الضرائب تاعهم، ووسعنا لهم في بعض الحين، اعطيناهم ميسره طويله الى اخره. المهم ولا مصنع غلق عكس ما يقولوا البعض، ولكن احنا ما كلامهم ما اصبحش لا يضر ولا يفيد ولا ناخذه بعين الاعتبار، لان البلاد بعدت عليهم بزاف خلاص. فيني اذن انا بريزيرفي لوتي دو ترافاي، بريزيرفي لي زوزين تاعنا،
On a renouvelé tous les stocks d'Anna, les stocks première nécessité, les stocks de matières premières et la chérie. Tout le chez Aoudna, rejana qui m'a qu'un قبل Covid, قبل حتى 2019. حاربنا التضخم. اليوم البنك العالمي يعترف أن بدينا في معركة رفع قيمة الدينار وأن فيه مؤشرات إيجابية بالنسبة لرفع قيمة الدينار. هذه كانت من المعارك اللي باش خدوها وقلتها في مرحلة من المراحل أننا سنرفع قيمة الدينار، ومازال مشوار طويل صح، ولكن باش نصلح الكارثة الاقتصادية والمالية اللي كانت قبل، هذا هو. لما تسحب بدون مقابل، تسحب العملة وتوزع، تخلق التضخم، والقيمة تاع الدينار تاعك يطيح. اليوم رانا نمتصف في النتائج السلبية تاع التضخم، ورانا نقوي قيمة الدينار تاعنا اللي تعود بالفائدة على قدرة الشرائية تاع المواطن بالطبع. كذلك بالنسبة للنمو الاقتصادي، ما نكتفيش بالشعارات وكذا، ولكن دخلنا في مراحل ملموسة، النتائج موجودة باعتراف الخصم قبل الصديق. أننا اليوم وصلنا نصدروا خارج المحروقات، كان شعار نشفي عليه هذه 30-40 سنة، هذا هو الشعار تاعنا، نحرر الاقتصاد، ندير الاقتصاد اللي متحرر من المحروقات. شعار أول مرة منذ ما يفوت 30-35 حتى 40 سنة، عمرنا ما تجاوزنا 1,850,000,000 دولار تصدير. السنة الماضية سنة 2021 انتهت بما يقارب 5 ملايير مثل ما حددناه، وإن شاء الله ارتفع أكثر في سنة 2022، لأن نشوف الحركية نتاع الموانئ نتاعنا والنسبة المئوية نتاعهم نتاع النشاط زادت في التصدير. أنا نصدر الحديد والصلب كنا نستوردوه رانا نصدروه، السيما كنا نستوردوها رانا نصدروها، مواد مصنعة كنا نصدروها اليوم رانا نصدروا، المواد الغذائية رانا نصدروا إلى آخره. الحمد لله والشكر لله وللرجال اللي وقفوا عليها في الميدان، مش أنا اللي صدرت، اللي صدر اللي راه في المصنع. اليوم الحديد والصلب تاعنا راه يتصدر إلى دول عظمى، المطاط العجلات المطاطية راه تتصدر، وهذاك علاش وصلنا ما يقارب 5 ملايير دولار أول مرة. السنة هذه أنا وضعت حد باش تكون 7 ملايير، إن شاء الله نوصلها، إن شاء الله نوصلها. المهم أن العجلة انطلقت، طلقنا اليوم، ما أصبحش عندنا يعني تخوف من التصدير ولا من كذا، الحمد لله. إذن اقتصاد اللي يصدر واش معناه؟ اقتصاد معناه بلي دخل في النمو، خلاص دخل في النمو، راهي تنمية ماشية، راهي يخلق مناصب شغل، راهي يخلق قيمة إضافية، راهي يخلق، هذا هو سي سا لا كونتابيليتي ناسيونال، سي سا البي بي. إذن خارج المحروقات، ما المحروقات احنا قلنا نتخلى عليها، ما نسمى النعمة تكون أداة للتنمية. وكثير كثير من المسؤولين يعني تاع دول قوية اقتصاديا سألوني شخصيا، يتسألوني يقول لك اودي احنا ماناش فاهمين كيف الجزائر بحجمها هذا مازال تستورد الحبوب. صح، إلى متى؟ احنا قلنا نبدأ نقلص من الاستيراد بدون ما نخلق نقص في التمويل، ولكن
من السنة المقبلة هذه من الموسم الفلاحي المقبل إن شاء الله لازم نقلص بصفة ملموسة جدا كميات المستوردة نتاع الحبوب. عيب. ولما تشوف يعني عدد المساحات أو المساحات اللي رانا ننجو فيها الحبوب يعني تكفي، ما نقولش للتصدير، ما نكذبش على روحي، باش نصدر الحبوب لازم حاجة أخرى بالعقل باش تكون فيه اكتفاء ذاتي. اليوم ممكن جدا، هذاك علاش تعليمات لوزارة الفلاحة في الرش هذا الظرفي دابوان لاروزاج دابوان لي سومونس النوعية نتاع البذور إلى آخره إلى آخره إلى آخره زايد الأسمدة. وهذه المسؤولية كلف بها السادة الولاد. ابتداء من هذا الاجتماع مسؤوليتكم كاملة في إنتاج في ولايتكم، ما نسلمش أمري المدير من المدراء ولا مدير فرعي ولا هذه ولا هذه ولا هذه ولا راقبوا كل شيء. تولي تجي الأرقام من عندكم كما تجي من القطاع ونشوف. فيه بعض الولايات اللي تقهقرت، فيه بعض الولايات اللي ربما صبحوا المواطنين ما يدفعوش كما كانوا يدفعوا. علاه؟ لتغذية القطاع الموازي مارشيان فورمال. فين هاد الصوالح هادو؟ تكون رقابة اللي يشتغل باش ينقل البلاد معانا ديروه فوق راسكم مع الفلاحين تاعكم مع هذه مع اللي باغي يخرب البلاد نعرفوا كيفاش نتصداو ليه. بالنسبة إذن الفلاحة بالأخص الفلاحة استراتيجية، نتمنى باش ما نزيدوش نتكلموا بزاف سي هني، اتفقنا؟ أنا مانيش طالب المحال، أنا رجل ميدان وكبرت في الميدان ونعرف باللي واحد زائد واحد يساوي اثنين لا يساويش ثلاثة ولا يساوي واحد ونص. إذن عندنا الوسائل والإمكانيات كلها بين يدينا باش نوصل لإنتاج نتاع 9 ملايين طن لنا السهلكة. أنا لي موايان. هذي نعاودو نتكلمو عليها في مجلس الوزراء ونعاودو نتكلمو عليها ماذا بيا على مستوى الولات، تكون لقاءات جهوية، تكون لقاءات حتى في الولايات المنتجة للحبوب سطيف قال مال العنابة قال مال أم البواقي تيارت بالعباس مستغانم. إذن ولاية سيريالير يفولي سويف دو تري تري بري هي سهلة، واللي اللي قادر يكذبني يتفضل. مانيش يعني نقول في امور مستحيله ولا يعني مفتعله ولا. اليوم المعدل تاع الانتاج نتاعنا ما يلحقش 20 قنطار في القطار، كاين ينتج 30 كاين ينتج 35 كاين ينتج 7 كاين ينتج 12 كاين المعدل تاعنا ما يلحقش 20. نديروا عمليه بسيطه نتاع ضرب يعني بروبليم داريتميتيك دو كالكول. عندكم 3 مليون دكتار سيريالير، 3 مليون اضربها في معدل نتاع 30 قنطار في الهكتار تعطيك 9 ملايين طن تاعك. هذا هو سيتو. نرفع باش نرفع، نحبس الكسل وهذا الروتينيات في كسموهم، ندخل تقنيات جديده، نشوف الاسمده قبل ما تتصدر الأسمدة تمشي الفلاحة نتاعنا، الحبوب النوعية نتاع الحبوب إلى آخره، والدفع باش يدفعوا إحنا رجعنا نهائيا الاستيراد نتاع الحبوب ما يكون إلا من طرف الدولة. علاش؟
مش حشد في القطاع الخاص، ولكن لأن الدولة عندها إمكانيات باش تخفض الأسعار بالنسبة للمواطن. نشري القمح يتقام لي ب 500 دولار ما يخلصهاش المواطن، المواطن يخلص على حسب المقدورة تاعو والباقي تدفعو الدولة. سي سا سكون أبيل لو سوتيان دي بري على لامبورتاسيون. الخواص ما يقدروش يديروها. وكان فيه تلاعب بين ما هو مستورد من طرف الدولة ومدعم وما هو مستورد من طرف آخر وغير مدعم. ربما في بعض الأمور نمشي نفس الشيء في المرحلة حتى نفوت نتجاوز هذه المرحلة هذه. دروك اليوم الحبوب ولا غير الحبوب ولا ما بقالناش الوقت دروك باش يعني واحد اللي يتحكم في ولاية كاملة. لازم كاع الناس تشارك في الرأي، ولازم كاع الناس تشارك في الرقابة، ولازم كاع الناس تشارك في ماشي نهضر على المسؤولين تاع القطاعات. لا يفرضش رأيه اليوم الفلاحين نخلقوا تعاونيات حقيقية تاع المنتجين في كل ولاية ونتكلم مع المنتجين والحقيقة يعطوها للمنتجين. وسنة 2023 لازم نهائيا مشكل المواشي. مشكل المواشي هذا يعني استيراد اللحوم شيء غريب 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 جدا بالنسبة للدولة كما الجزائر. كل وزراء الفلاحة اللي فاتوا حتى قبلنا. واحد يقول لك عندنا 19 مليون رأس، واحد يقول عندنا مليون رأس، واحد يقول عندنا 25 مليون رأس، واحد ولا واحد قادر يعطينا العدد. هذه تدخلها في الإحصاء كما أنا نديروا الإحصاء تاعك سمو في إحصاء في يوم ديرها مع لايفاو، ديرها مع مكتب مختص إلى آخره، في نهار واحد بلي درون بكلش نعرف شيء اللي راه في الإسطبلات وشي اللي راه في المراعي ونحسب الرؤوس تاعي. إلا كان رانا أنا نمنع استيراد اللحوم. الدعم القمح يمشي للمواشي والسميد يمشي للمواشي والاخر كل شيء يمشي، وفي النهايه نستورد اللحوم. بالاخص اننا سرحنا طرق تبادل في الجنوب مع النيجر ومع مالي ومع بالنسبه للاغنام. اذا الفلاحه لازم تاخذ القص نتاعها من لا مودرنيزاسيون. Et quand je dis la modernisation des esprits d'abord. Quand je fais la modernisation uniquement à l'alat. L'alat, le matin, il y a une scène nazie. Il y a 1000 hectares. Il y a 10 gérards. Il y a 10 gérards. Il y a 10 nazis. Il y a 10 nazis. Il y a 4 gérards. Il y a 10 gérards. Il y a 10 gérards. Il y a 10 gérards. ما نداش باش يصيدوا به الرنب ولا يدير به العرس. مادام اللي خدم الجرار وصنع الجرار دار فيه ديفار معناه باش تخدم في الليل موش باش دير البراكوناج. إذن أمورها كلها تراقب الوالي ما يحسبش روحه بلي راه بعيد عن المشاكل الفلاحة. الوالي يكون في صلب الإنتاج كل ما هو إنتاج داير. وشاكر للولات اللي سمحوا لنا في ظرف وجيز جدا. ناس اللي كانوا يقولوا خلاص والاستثمار وما كانش وهذه، في ظرف شهر تفتح الباب لما يقارب 850 مصنع كان مجمد. تصوروا يعني هذه اللي يبغي يلحق الضرر للبلاد اللي حب يهلك البلاد هذه ما ياخذش قرار كيما هذا. يخلي المصانع مغلوقه والناس محتاجه مناصب شغل، الناس محتاجه انتاج وطني باش نحارب به الاستيراد. 850 مصنع من لا ميكرو انتربريز حتى لا غراند انتربريز، ما يقارب 51 ألف منصب شغل كانت مجمدة
بأمر ما بقرار ما. يجي الآخر يقول له لا ما تسنينوش، يعني مش للنكتة، ولكن نهار اللي تزيرناه في الكوفيد كان تشفاو، وكان فيه المصنع نتاع وهران رزيو نظن باش يتحل نتاع الأكسجين مجمد، قالك ما عندوش رخصة البناء بالإلحاح، عطاوه رخصة إنتاج لمدة 6 شهور، باش تكمل 6 شهور قال لا أغلق ما جبتش الكواغط نتاعك. تبع القانون، واجب علي تبع القانون، ولكن إذا كان القانون ديني الهاوية هذا ماهوش قانون يصلح، عاود قانون آخر اللي يفتح البيبان، مش بقانون اللي يغلق البيبان. إذا القرار تاع السادة الولاة والسادة اللي همهم الأمر مع وسيط الجمهورية آنذاك ما يقارب 850 مصنع، يعني ملايير دينارات. اليوم نشوف الناس راه بدات تشتغل فيهم، حامدين ربي، ولان خلقوا مناخ في بعض القرى، في بعض المداشر، في بعض الله تكون عشرات المصانع اخرى. في حقيقة مشاكل عن عدم تطبيق القانون، وفيه بعض الامور ذات خلفية سيئة جدا، واحترامي لهذه القاعة ما نقولهاش. كان الناس اللي كانوا مخلينهم غالقين عمدا، لان لما ما تستوردش ما تنتجش تستورد، وهذا اللوبي نتاع المستوردين، ضغطوا بصفه ولا اخرى على المسؤولين المحليين باش ما يمضيش باش ما يديرش باش ما. اليوم الوالي هو اللي الولايه نتاعو اقتصاديا اللي اوفر في الانتاج الصناعي، في الانتاج الفلاحي، في ال... في ال... في ال... في, ال... في التسليه، في في الى اخره. فكري دي زانديس بار ليكال افيك ليكال اون بو نجم نقيم ولايه والوالي والمسؤولين اللي دايرين بالوالي. الوالي ما قدرش يتحمل وحده المسؤوليه. بالنسبه للستارت اب، وشاكر الوزير اللي مكلف بهذا القطاع، ما كناش نسمعوا بستارت اب، سيتي ان بارباريزم ايكونوميك. قال ستارت اب صبحت حقيقه، كنا حنا الاخرين اون افريك، لي ديرني اون افريك، يعني مالطا فايت كثير 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 كثير، وهذا وهذا وهذا. اليوم اصبحنا ما بين الدول اللي يحسب لها حساب في هذا الميدان هذا، ووصلنا الى ما يقارب 4870 ستارت اب. ولي ستارت اب هادو كل واحد على حساب الشطاره نتاعو، يبدا ضعيف وممكن بعد اشهر ولا سنه ولا يصبح الملتي ناسيونال. وهذا اللي خلات الأذهان تتغير. اليوم الشاب نتاعنا ولا يسعى نحو الاختراع، الشاب نتاعنا ما ولاش طالب عمل، أغلبهم ها يقول لك أنا نخلق العمل نتاعي ونخدم معايا ناس أخرين. هذه هي صحيح. الشاب كما هذا نستقبله ليل نهار، طلب يستقبلوا الوالي، لازم يستقبلوا الوالي، طلب يستقبلوا الوزير ولا من هو مندوب من طرف الوزير الى اخره. كنعلم الشباب تاعنا لونتربرونيا، اون في با دي اسيستي، اون في دي زونتربرونور. اذا نجحنا في هذه خلاص الجزائر منعت نهائيا ان شاء الله. اون بارلون نتكلموا على النصوص اللي تجمد المشاريع، فيه مشروع اللي يخلي الجزائر من على 6 شهور 7 شهور تنتج الزيت نتاعها وحدها من فلاح
لينتج السرجم الزيتي ولا الذرة ولا غيرها إلى المصنع، يصبح زيت جزائري من الفلاح حتى المستهلك من على 6 شهور إن شاء الله. كان مجمد قال ما عندوش الرخصة، لا نتجاوز هذه ولا تجاوز هذه. يا أخي المصنع تبنى واش نمشي نهدموه؟ تبنى دير له خطية، دير له مانيش عارف واش، دير له هذه، بصح ما تخليش المصنع مغلوق. كان من المفروض يحترم صح، ولكن وين كنا احنا لما ما احترمش؟ نخلي مصنع يوصل 80% ونقول له لا ما احترمش. وين كنت انت مني كان في النهايه في الساس؟ كون وقفته مني كان في الساس ما وصلش لهالدرجه هذه. المهم ان شاء الله احنا تبارك الامور كما هذه تثلج الصدور، اننا مثل ما ناديت به في من بدايه، يعني من بدايه العهده، ان نتمنى باش الفلاحه الصناعيه يعني تصبح في بلادنا بانتاج الزيت، ان شاء الله ندخلوا فيها في انتظار فيه ما نذكرش شكون، ولكن فيه واحد ولا اثنين راهم حاليا في الدراسات على اساس انتاج السكر من طرف بالشمندر السكري نتاعنا ان شاء الله. الى بدينا ننتجوا الزيت وننتجوا السكر وغدوه ان شاء الله ننتجوا الحليب، لان يعني فيه اجراءات ناخذوا فيها باش ننتج الحليب، حتى اذا كان في اماكن بعيده نجفوا هنايا ونستعمل الغبره نتاع الحليب نتاعي مش المستورد ان شاء الله. هذا هو التقدم، هذه هي التنميه. وانا نتكلم على مشاريع يعني بعناوين، ولكن وراء كل عنوان راه فيه مناصب، راه فيه تقنيات، راه فيه تحويل تكنولوجي، راه فيه كذا، راه فيه كذا، يعني فيه حيويه اقتصاديه في البلاد اللي تخلي الناس يعني يرتاحوا نفسيا ان شاء الله. بالنسبه لإذن الميدان الفلاحي للاقتصادي عفوا، ختمنا سنة قانون الاستثمار، ولحد الآن أنا ما سمعتش ردود أفعال سلبية بالنسبة لقانون الاستثمار، ما عدا واحد فهايمي نهار اللي تنشروا النصوص التطبيقية نتاع قانون الاستثمار يمشي يدير تصريح صحفي قانون صح ما وراها وراها النصوص التطبيقيه. كون صبرت غير نص ساعه وقريت الجريده. ينادوا غير بالشر، ينادوا غير بالسلبيات، ينادوا غير ما بغاوش ينسوا الوقت اللي فتناه، خلاص انتهى ما يرجعش. ما كانش اللي يضغط على الدوله. لا اله الا الله محمد رسول الله. إذن إن شاء الله هذه قضية الاستثمار وقضية الرخص وقضية هذه كلها تدرس نهائيا باش ما نزيدش نطيح في هذا الفخ هذا. بالنسبة للكيشي يونيك إن شاء الله أعتقد راه فيه إجراءات باش ياخذها السيد الوزير الأول، من سنة يكون كل شيء فعلي، يجي مستثمر وطني أو أجنبي يمشي لكيشي يونيك يدير الارض نتاعو من تما، يدير الرخصه من تما، ويدي حق ويمشي يستثمر على روحه. ما يبقاش ماشي جاي بين وزارات وبين كذا وبين هادي وبين هادي وبين هادي. على هذا الاساس اللي لازم نراجع النصوص نتاع الفونسي. وقلت انا الفونسي انا ماذا بيا هذا ليبيك اللي خلقتوه نتاع الكيشي يونيك يشري لي تيران باش اللي يبغي التيران في نفس المكان يبيعوا له لما المشروع نتاعو يتقبل. لان كل الناس تنادي عقار صناعي، العقار صناعي لو فونسيي اندستريال، وفي النهايه الفونسيي اندستريال موجود
فراه فيه راه فيه المناطق صناعية موجودة، كان اللي راه على وشك الانتهاء، وفيه أراضي موجودة منذ 10 سنوات، فيه آلاف القطاع اللي تعطات ثم تبنى فيها والو، لازم الولات يسحبوها بصفة ولا أخرى. نتمنى إن شاء الله باش العدالة تمشي معانا، لأنها غير مستغلة أون برانسيب. وهذه باش تكون درس للسادة المسيرين اللي كانوا يسيروا العقار، حتى العقار غير صناعي، ما كانش أرض قطعة أرض تتباع سون كاي دي شارج. كاي دي شارج البند الأول أن هذه الأرض لو لم تستغل بعد 6 شهور تسحب من صاحبها، بوان، هذا ما كان سيتو. وبالأخص أن هذه الأراضي كلها تعطات، أغلبها تعطات بار كونسيسيون، سي با دو لا بروبريتي، فانيلي لي كونسيسيون سيتو. سي الانسان اللي ما عندوش الشجاعه باش ياخذ القرارات ما يمشيش بعيد. انا نقول لك لو كان ما لغيتش انا شخصيا، اعوذ بالله من قولت انا، لو كان ما لغيتش 100 هكتار في سيدي عبد الله، كان سيدي عبد الله ما الناس راكدين على لي كونسيسيون. اوه دوك تضرب، دوك تجيه الضربه، دوك تجيه الضربه، تجيب المدافع نتاعك كاع. كان ربي سبحانه سيتو. واحد داير كونسيسيون تاع 40 كتار، واحد داير كونسيسيون تاع 20 كتار، واحد داير كونسيسيون تاع كذا، واحد الناس تاع بريزينا منذ الصغر نتاعهم هما ينتظروا في هذا الاستصلاح تاع الاراضي، والسد نتاع السد كمل، ونعطينا الارض الكونسيسيون الواحد اللي ما عمره ما غرس شجره. فور ريفوار تو سا، الارض اللي من يخدموها. اذا نرجع للفونسي اندستريال، عندنا حاليا على حسب الاحصاء اللي عطاونا بين لي زون اندستريال اي لي زون داكتيفيتي، عندنا 4922 هكتار غير مستغل. تصوروا يعني كم من مصنع ممكن تنطلق في هذه الاراضي هذه، بالاضافه الى المناطق الصناعيه اللي راها اللي انتهت واللي راها على وشك الانتهاء. باقي مشكل مطروح منذ سنوات هو مناطق الصناعية. شوف المنطقة الصناعية نتاع بعض ما نذكرش الولايات، طريق ما كانش، الطريق القديمة مهرة، يعني الشاحنات ما قدروش يسيروا فيها، المياه تتسرب، المياه القادرة والمياه المياه الشرب كل ولا واحد يصلح، لكن بليك ما كانش. شكون يديرها؟ هنا يطرح مشكل صيانة مناطق صناعية، وأنا ما عندي حتى مانع باش المناطق الصناعية هذه تصبح تعاونيات نتاع المستثمرين. هذا هو، ما نحولوش الملكية، ولكن يبقى يتفضل اللي يبغي يستثمر في منطقة صناعية يدير الماء، يدير الكهرباء، يدير المطروق، يدير كذا ويخلص سيتو. لما نستثمر باش نخلص دراهم، ما نستثمرش أنا ناس لاباس عليهم وعندهم مصانع وكذا، تمشي الدولة دير مشروع نتاع كذا من مليار دينار، دير له طريق، دير له الماء، دير له لاسينيسمون، دير له هادي، هي ومن بعد يدفع ولا ما يدفعش؟ هذه كل الأمور هذه تترى مع السيد وزير الصناعة، مع السيد وزير المالية بالنسبة للضمان، مع وزير الداخلية بالنسبة للصلاحيات نتاع البلديات والصلاحيات نتاع كل شيء يتراجع باش نخرجوا نهائيا من السوق الفاسدة والفالسة اللي كنا فيها. شوف اون ريانفونت با في لا كوبي البا، شوف المناطق الصناعية في اسبانيا، شوف المناطق الصناعية في ايطاليا، شوف في فرنسا، شوف مناطق صناعية في دول أخرى وندير كيفهم، علاش نمشي أنا نخترع؟ الصناعة تبقى صناعة والمنطقة الصناعية تبقى منطقة صناعية وخلاص. من بون فوا بور توت. أنا نتكفل بالوطن البسيط. ولكن ما نتكفلش بالإنسان اللي يدير ملاير وأنا نمشي نسقم له الطريق. يشارك
باش يسكن الطريق، راه في صالحه. بالنسبه ربما ندخل في اخر المطاف، نعتقد ان الامور الاجتماعيه والاقتصاديه خدات القصف الوافر تاعها، ونحن على وشك الانتهاء العملية الانتخابية تاع البلديات. نكونوا بهذه انتهينا من الشيء اللي توعدنا به دستوريا، والمؤسسات الدستورية أصبحت كلها إن شاء الله قائمة. كل سؤال الناس، المجلس الشعبي الوطني أنا شخصيا أفتخر به. اليوم يصح لنا نقول أننا عندنا ممثلين شعب، ربما البعض فيهم ما يعرفش يتعلم، عنده 5 سنين باش يتعلم، ولكن نضيف، لأن قانون الانتخابات أغلق الباب نهائيا على المال والمال الفاسد. ونفتخر أن عندنا شباب اليوم في المجلس الشعبي الوطني، صح في بعض الأحيان بالحماس تاعهم يحاولوا يزعزعوا الحكومة، ما خدمتهم هذيك هي في صدر قضية التجربة وقضية سير. احنا بغينا باش يكون الشباب في المجلس، راه في المجلس الحمد لله، ولا واحد إلى يومنا هذا من اللي جرات الانتخابات التشريعية ولا واحد شكك في شرعيتها، كانش. ربما المشاركة في الانتخابات كانت ما كانتش كما نتمناها، ولكن نضيف ما كانش صوت تاع واحد داه واحد آخر، ما كانش لي كوطا اللي عطاه الصندوق بصحته، اللي ما عطاه الصندوق الله غالب، احنا بريان فر، لأن المجلس الشعبي الوطني هي المرآة تاع المجتمع السياسي تاعنا. وهذاك على هذا الأساس اللي الكتلة الثانية من ناحية العدد هي كتلة الأحرار، يعني ما عندهمش انتماء حزبي. إذن نجمو نفتخروا كل كما رانا، مش القضية ماهيش الشخصية تاعي، أننا بدينا نبنوا في دولة مؤسسات شرعية بدون تخوف، بدون تخوف. عنده الأغلبية في كسمو يتفضل، وحتى الدستور تاعنا وضحها. إذا كان تيار سياسي من التيارات خدا الأغلبية، ضروري أن رئيس الحكومة يكون منه، هذا هو. ما نتخوف حتى من شيء، اللي جابته البلاد مرحبا به. واش نوصي أنا نتاعنا باش ما ندخلوش في متاهات التقليد، ندخلو في عهد جديد، نبني وما نحطمش، ندير لجان تحريات، مش لجان تحريات لأنه فلان شاريها لفلان ولا فلان كذا، ولا باش نشوف حقيقة واش الأمور، واش ماشي واش ماشي ماهوش ماشي إلى آخره. إذا نفس الشيء بالنسبة للانتخابات المحلية، الانتخابات المحلية راني عارف باللي طموحهم كبير، والقانون الحالي نتاع البلديات مجيفهم فريانفر، وصل باش نراجعوا القانون هذا ان شاء الله. ولكن انتخابات محلية نزيهة، وهذا هو الأساس، أن عهد المال الفاسد والرشوة وشراء الأصوات انتهينا منه إن شاء الله. وهذا اللي خلاهم يقول لك والله لازم كنا خير، بيان سور خير الله لا يردك. بيان سور كنت خير، واحد فاعسك منا، واحد شد لك رقبتك، واحد دبر راسك، حنا نمشوا مع الأحرار. هذا هو. ولا كان تستنى كنت زمان خير وتستنى كيما كنت راك غلط. بالنسبة للمحكمة الدستورية كذلك خطوة عملاقة في العالم الثالث، عملاقة. تحليل لهم يحلوا به أساتذة التعليم القانون الدستوري في أوروبا وفي غيرها، أن خطوة خلت الجزائر ترقى إلى إن شاء الله ما بيه في مصف الدول اللي تبني الديمقراطية الحقة.
مش ديمقراطيه نتاع الشعارات والديمقراطيه نتاع تغذيه فلان وباش نوضوا على فلان والمال الفاسد. لا، المحكمه الدستوريه راه عندها مغزى بعيد وبعيد وبعيد جدا الحمد لله. بالنسبه عاودنا جددنا كل المؤسسات لمحاربه الفساد والرشوه، لان نواصل في هذا المنوال، نواصل. مازال المال الفاسد يجري في بعض الاحيان، والمال الفاسد رانا بدينا استرجعوا الممتلكات، واليوم فيه هبه حتى تضامنيه حتى بالنسبه الاوروبيه وبالنسبه للدول فيه، ولكن هما يطالبوا باش الامور تكون قانونيه، وان شاء الله تكون قانونيه ونسترجع الممتلكات نتاعنا ان شاء الله. انتهينا بالمؤسستين، المؤسستين هادو اللي يعرف قيمتهم راه عندهم حجم يعني من ثقيل 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 كبير، هو المرصد تاع المجتمع المدني. لأول مرة دستور تاع العالم الثالث، نحن ننتمي للعالم الثالث، يرسخ حق الرأي العام دستوريا من خلال مرصد، ولازم يلعب الدور نتاعو مع كل الجمعيات مع كل، ويبتعد عن الشكليات. بالنسبة كذلك آخر لبنة وشخصية نفتخر بها، لأن منذ سنين وسنين وسنين والجزائر متخوفة من المجلس الأعلى للشباب. نصبنا المجلس، ياك يا سي مصطفى، نصبنا المجلس الأعلى للشباب، ونتمنى من السادة الولات باش على مستواهم باتصال مع السيد رئيس المجلس الأعلى للشباب، أنكم تكون عندكم لقاءات، شوفوا أنتم كل شهر كل شهرين كل شهر ولا كذا ولا، مع الممثلين تاع الشباب، ممثلين مهيكلين بالطبع يعني، اللي يجيبوا لكم كاع نفس الشيء بالنسبة للوزارة. إذا كان الحكومة كل فردا فردا تجي كبيرة بزاف الوقت ثقيل، من خلال سيد الوزير الأول لسيد وزير الداخلية، ما نقبل مستقبلا حتى قرار يؤخذ لصالح الشباب بدون أن يطلع عليه المجلس على الشباب ويوافق على النص ولا ما يوافقش عليه. قالوا مكة أدرى بشعابها، ربما نبغوا ناخذوا نص اللي في الظاهر ينفع الشباب هو في الواقع ربما يضر، احنا ما نعرفش. خلي المرصد تاع الشباب، المجلس الاعلى للشباب هو اللي يقرر. المجلس الاعلى للشباب راه مؤسسه من مؤسسات الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه رسميا، هذا هو. بالنسبه في النهايه كل الجهود اللي تبذلت دبلوماسيا، وانا ما عندي ما نخفي عليكم، انتم ادرى مني ربما بالوضع، لان الدبلوماسيه نتاعنا كانت في الحضيض، ولا واحد معترف بينا ولا واحد سامع بينا. ليبيا تحرق في حدودنا منذ 11 سنه، نديروا روحنا ما شفناش. الساحل كيف كيف الى اخره. اذا اليوم الحمد لله استرجعنا كلمتنا وما نسكتش، واللي يسالنا ندافع للشعوب كما دافعوا علينا احنا في وقتها، ضامنوا معنا نضامن معاهم. احنا ما ننكرش الخير تاع الاشقاء الليبيين،
ونتضامن معاهم حتى يعود يرجع الاستقرار لليبيا وترجع الثروات نتاع ليبيا للشعب الليبي. فيه مخاض، واحد يفتعل حكومة جديدة والاخر يفتعل ما نعرفوهاش، احنا مع الشرعية. ما دام ما فيه شرعية انتخابية، شرعية نتاع الصندوق، نكتفي في هذا الوقت بالشرعية الدولية اللي تعين من طرف مجلس الأمن أو من هو مندوب من طرف مجلس الأمن. احنا هذاك هو اللي نمشي معه. ما نصبحش أنا نصبح ندير حكومة، عشان ندير حكومة. والمهم قلناها ونزيد نكررها ونكررها بصفة رسمية باسم الدولة الجزائرية، ما فيهش حل بالنسبة لليبيا سوى إرجاع الصوت للشعب الليبي. اللي يقول أنا نمثل ما نمثل أنا نمثل، يتفضل يعينك الشعب الليبي وراح تكلم معايا. أنا اللي جابها الشعب الليبي نتكلم معه، هذا هو. إذن أتمنى كل خير أشقائنا الليبيين، لأن يعني القلب يدمي تشوف دولة بهذه الإمكانيات المالية الهائلة، إنتاجها والغاز يساوي مرتين ولا ثلاث مرات الإنتاج تاع الجزائر. اليوم حنا نمشوا ب 45 مليون جزائري، هما 10 ملايين 9 ملايين، يعني كراهم عايشين مثل دول الخليج. ولكن طلبوا الهداية من الله وما نزيدش كثر، خلاص باش ما يقولكش راه يدخل لنا في أمورنا ولا. نتمنى إن شاء الله نتفاهمنا مع الناس العاقلين كلهم أننا نرجع للانتخابات في ليبيا، وتنباتق من الانتخابات مجلس وطني شرعي لا غبار عليه، ونتكلموا يأسس حكومته ولا ينتخب رئيس ولا يغير الدستور ولا، ثم عندك معهم تتكلم شغلهم. المهم احنا نحافظ على الشعب الليبي، اكتسابات الشعب الليبي ووحدة الشعب الليبي الترابية والشعبية، ونمنع المس بالثروات نتاعه. بالنسبة لدول الساحل، مع الأسف يعني سي لافال أطرواطون ولا كط، دير خطوة لقدام، زوج خطوات الرول، خطوة عاود نقول الاستقرار، تعاود تطرطق لنا في مكان آخر. اليوم بالنسبة لمالي نظن فيه إجماع، في النهاية اليوم فيه إجماع على أساس نرجع لاتفاق الجزائر العاصمة، إذا كوردالشي هما الحل، ما فيش حل آخر، ما فيش حل آخر ليصون الوحدة الترابية نتاع مالي، وما نتنازلش مع أي كان اللي يحاول يفصل الشمال على الجنوب في مالي، ما نقبلهاش أبدا. وحدة الشعب المالي بكل أطيافه بكل قبائل تاعه، معليش كاع الشعوب هكا تكون كيما هكا. المهم نرجع تطبيق الجزائر، وحنا قلنا نساعد، قلنا نساعد. اليوم فيه إجماع حتى مع الاتحاد الأوروبي، بدينا نسمعوا النغمة الحقيقية نتاع الاتحاد الأوروبي جماعة وفرادة، على أساس متفقين باللي الحل هو اتفاق الجزائر العاصمة، لي زاكور دالج اونيفا إن شاء الله. أنا نسنوا الدور باش نعرضوا السادة القادة الجدد نتاع مالي، ونحاولوا كيفاش نخفف الوضع على الشعب المالي، لأن ما نقدرش نخلي شعب طيب مثل الشعب المالي رهن الشيء اللي راهم دايرين فيه الإرهابيين بالمال الأجنبي وبكذا وبكذا. ساعدوهم على هذا الأساس إن شاء الله. هما دول ساحل. بالنسبة للنيجر، احنا النيجر كذلك تهمنا كثير 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 كثير، لأن كي مالي كي النيجر تربطنا بهم صلات يعني حتى عائلية. اليوم القبائل مقسومة، نص راه في النيجر ونص راه في الجزائر، ومالي نفس الشيء، وعايش لمدة قرون.
كل الناس تعرف باللي في افريقيا الشيخ المغيدي رحمه الله طيب ثراه، الشيخ الكونتي، الشيخ كذا، الشيخ كل يعني هما اللي زرعوا الدين حنيف تاعنا، الدين السهل، الدين الوسطي في افريقيا. اليوم في جايين ناس اخرين ما عرف منين طايشين، ما عرف منين كان جايبين تعسف الدين يعني. لا كل حال احنا دول ساحر انا معاها تخلاش عليها. واعتقد ان اليوم الجزائر شهاده، راكم تشوفوا انتم، راكم تتبعوا الاحداث، راكم تتبعوا اليوم الناس تشهد من الامين العام للامم المتحده الى الدول العظمى، الولايات المتحده، روسيا، الصين وغيرها، الى الاتحاد الاوروبي، كل يشهدوا بالدور تاع الجزائر في ارساء الامن والاستقرار على مستوى القاره الافريقيه وعلى مستوى المحيط المجاور لنا. هذا اجماع فيها ونواصلوا فيها المنوال. بالنسبه للصحراء الغربيه، امور هذه امور مبدئيه، امور مبدئيه، ماهيش ماهي لا مع فلان ولا ضد فلان. ما راناش في القرون، في القرن التاسع عشر والناس تتلاقى في اجتماع ويتقسموا، قال هذا نديه انت وهذا نديه انا وهذا يديه انا. فين تحررت شعوب؟ تحررت الصحراء الغربيه قضيه تصفيه استعمار. نهار اللي تخرج من الامم المتحده وتمشي لجنه اللاجئين او لجنه التغذيه نتاع كذا، هذيك حاجه اخرى. في هذا الوقت راها في الامم المتحده في لجنه تصفيه الاستعمار. هذا ما كان سبق، وانتم تعرفوا سبق للجزائر اننا ما دخلناش في صراع، ولكن المبادئ نتاعنا ما تروحش. كاين البعض اللي يقول لك لا هذه قضيه غير متشدين فيها، ما هيش قضيه مبدئيه. اليوم سي يونيفرسال، القرار الاخير نتاع الاتحاد الاوروبي واش يقول؟ يقول لك اننا نرجعوا للامم المتحده وتقرير المصير وهذا. هذا هو واش انا نقول احنا؟ ان الانسان ما يطغاش على شعب ضعيف، شعب بسيط. احنا ما معنا فيها ما عدا المبدا نتاعنا، احنا ما طامعين لا في الصحراء ولا في غير الصحراء. ارضنا ندافع عليها بكل الوسائل والباقي ما يهمناش، مش طامعين في الارض الغير. الشعب راهي ناضر، الشعب راهي، وبالاخص احنا بنفسنا ما نقبلناش الاستعمار وحاربنا الاستعمار، واستشهد ملايين جزائريين لطرد الاستعمار. كيفاش اليوم انا نأيد الاستعمار؟ كيفاش نأيد الاستعمار مبدئيا؟ بالنسبة تقال فلسطين، فلسطين هي القضية الجوهرية. اليوم ما اعتقدش ان فيه صبي ولا طفل ولا صغير ولا كهل ولا كذا اللي ما يقولكش ما نسمحوش في فلسطين. يعني قضية وطنية قبل ما تكون قضية استعمار ولا سادات. احنا ماناش من الجانب العنصري ولا من اي جانب اخر ما عدا جانب الاستعمار. ما نقبلش الاستعمار، هذا ما كان. ولو استعمرت فلسطين من طرف دولة اقوى منا بكثير نقول نفس الكلام. فلسطين للفلسطينيين ما هيش لغيرهم. اذا الحمد لله في وقت فات ربما هذا الكلام كان ما يفيدش. اليوم بدات الناس تقتنع ان الجزائر على حق، والجزائر واقع، الواقعيه نتاع الجزائر خلات الناس تفيق بروحها شويه. ماهيش قضيه نتاع تغنم ولا قضيه نتاعنا، هي قضايا مبدئيه وقضايا احنا حاربنا وجدودنا حاربوا ووالدينا حاربوا وحنا نحاربوا الاستعمار ونزيد نحارب الاستعمار وين ما كان. هذا ما كان.
إذن في الخلاصة نطلب من السيد الوزير الأول الله يجدر التقييم وتشوفوا الحواجز هذه اللي راها تعيق سيولة وسيرولة نتاع الاستثمار ونتاع الاقتصاد ونتاع غيرها. نتمنى باش سنة 2023 تكون نهاية يعني هي ندفنوا فيها نهائيا المشاكل نتاع سو ديفلوبمون، لأن هاد المشاكل سي دي بروبليم سو ديفلوبمون. كما كنا وقت فات وانتم تعرفوا واحد ينتج مادة من المواد وجارو ما على بالوش واش راه ينتج، يمشي يستورد ديك المادة. أمور هذه ما نزيدش نقبلها. نشوف في ملف نتاع سونيلاك، أونفان إكس سونيلاك تاع لينال تيزي وزو، ينتجوا المحركات الكهربائية، ينتجوا المحولات الكهربائية، وأنا سامح بالاستيراد نتاعها، ممنوع الاستيراد. والاستيراد الرخصة ولا المنع ما تجيش لا من وزير التجارة ولا تجي من درناها. الله، كل ما هو إنتاج وطني عاودوا إحصاء قطاع بقطاع. نقوي الإنتاج الوطني. باش ناخذهم على كلمتهم. قال حنا لو كان تعطونا تخلونا تحميوا حنا قادرين ونصدر مرتين أكثر. مرحبا. وشفت الأمور متراكمة عندهم. إنتاج تاعهم متراكم. في الانتاج المستورد حرام حرام، ماشي غير عيب، حرام كاع يخربون بيوتهم بايديهم. لان باش ان شاء الله من خلال اللقاء نتاعكم هذا تتوضح الرؤيه كذلك بالنسبه لدور السيد الوالي في التنميه المحليه وفي التنميه الوطنيه، باش تشوف ودور قانوني باش نحميهم. في اخر لقاء نتاعكم هذا باش يكون فيه تأسس لجنة، تأسس ربما بمرسوم تنفيذي ولا مرسوم رئاسي كما حبيت، اللجنة اللي تنطلق فورا في مراجعة القانونين، قانون الولاية وقانون البلدي، بمشاركة وزارة الداخلية تحت إشراف ربما وزارة الداخلية، ممثلين عن مجلس الأمة، لأن ممثلين عن مجلس الشعب الوطني، ممثلين عن وزارة المالية، لأن لازم نراجع الإمكانيات المالية اللي معطية البلديات، ممثلين على المحليين لي زابيوي لي زابيسي كاع يكونوا في اللجنة، ونحاول نخرج بنصوص جديدة لدعم أكثر لا مركزية وتخلق ثروات يعني منابع تمويل للجماعات المحلية. بالمناسبة احنا نعرف باللي في 1541 بلدية فيه ما يفوق 1000 بلدية فقيرة. لو كان الدولة ما تتدخلش باش التوازن تاع ميزانيتها ما تقدرش تكمل السنة. إذا لازم نعلم بلدية تخلق ثروات نتاعها، نشوفوا فيما يخص بعض الممتلكات، الحفاظ بالطبع على الممتلكات تاع البلدية، لأن المنتخبين يجوا يمشوا يجوا منتخبين آخرين، ولكن الرزق تاع البلدية لأنه هو رزق جماعي. نحاول نشوف كيفاش بالنسبة للولايات نفس الشيء، بالنسبة المهم ما نقدرش نمشي لا مركزية مطلقة مع بعض البلديات وبعض الولايات اللي المال الأساسي اللي يجيهم يجيهم من الدولة، ما عندهمش منابع خاصة، لأن الاستقلالية تجي لما استقلالية تجيب مثل الدول، ما دامك ما راكش مستقل في كذا ما تقدرش تتصرف في مال الغير بالشيء اللي تحبو انت. وبالاضافه الى ان بالاخص البلديات ما بين النقاط الاساسيه، النقاط هي باش نعطوها كلكو تاكس كلكو زامبو لوكو باش يولوا يرجعوا للبلديه.
ونتمنى مع المنتخبين الجدد اغلبهم جامعيين باش نبدا نطبق في الامور هذه مجرد ما ناخذ القرار، لان شفنا بلديات تدفع ملايير سنتيم لشركة توزيع المياه وهي ما تديش الفوترة للمواطنين. شكون يخلص؟ ومن بعد يقول لك المديونية تاع البلديات، أنا شفتها المديونية تاع البلد أغلبها توزيع هكا. لو كان جات أمور بسيطة معليش، ملايير نتاع حمام ما تخلصش عليه، واش هذا من هذاك؟ إذن نراجع الأمور هذه ونخفف الوضع على البلديات فيما يخص التعليم. أنا ما عدا البلديات هذه اللي الميزانية تاعها عندها دخل قوي، اللي عندها مناطق صناعية وعندها لاتي أبي وعندها هذه وعندها هذه، اللي قادرين على شقهم. الآخرين ما نخليش يتحمل سياسة التعليم مجاني التعليم تاعنا. سياسة مجاني التعليم تتحملها الدولة، لأن فيه لبس وقع في بداية الاستقلال على أساس الدولة تكفل بالمدرسة، تكفل بالتعليم. مدرسة ني بارتي ليكول كومينال وتعمت ليكول كومينال، كان ربما فتح قسم ولا اثنين اللي تمدرس ولاد الاوروبيين ولا البعض اللي قبلوهم. اليوم التعليم العالي التعليم الابتدائي راه قرار سياسي. كل سنه راني نزيد في مدارس بلا ما نشاور البلديه. اذا ما قدرش انا نبني عشرات المدارس ونقول البلديه تحملهم انت، ما شاورتنيش. كون شاورتني نقول لك ما عنديش دراهم باش نتحمل. منين نجيب لك العساس؟ منين نجيب لك التصليح تاع الزاج تاع الطيق تاع البيبان تاع كذا تاع؟ ما عنديش. ولذا نهائيا هذه نقيم ماليا المصاريف تاع هذه ونعطيها للبلديه في بند خاص افكتاسيون سبيسيال بور لونسينيمون بريمير، والا تاخذها على عاتقها الدوله مباشره من خلال مديرية تدخل في ميزانية سيكتوريال. هذا هو يعني ما بين الأمور اللي لازم تتصلح. وفي النهاية وفي الختام صبركم سعة الصدر، وأتمنى أن اللقاء هذا يخرج بنتائج إن شاء الله إيجابية. أعلن رسميا عن افتتاح أشغال لقائكم هذا، تمين لكم التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تحية الجزائر.